من ضمن الأسئلة، هل جامعة مدينة السادات هي جامعة حكومية أم مصرية؟ علشان نعرف ده تعالوا نبص على الموقع الرسمي بتاع جامعة مدينة السادات، مش أكاديمية السادات. وهي هتلاحظ هنا إنه من ضمن النقاط اللي هم بيركزوا عليها في الجامعة، أدي الجامعة أدي الموقع بتاعها، إن هذه الجامعة هي من الجامعات، أهي خلينا نكون جامعة مدينة السادات هي جامعة مصرية حكومية، مقرها مدينة السادات شمال غرب القاهرة الكبرى، أنشئت بهذا الأساس، أنشئت في بادئ الأمر ككليات تابعة لجامعة المنوفية. خليني برضك أبص معاكم على التفاصيل. من الواضح هنا إن ده من الموقع الرسمي إنها تابعة لهذا الموضوع، لكن أنا مش عاوز أقول الناس تعتمد عليها اعتماد كلي، ده طبعا ده موقع رسمي، ولكن ما نعتمدش إنها حكومية فإحنا بنقول إحنا خريجين حكومة. أنا يهمنا إن أنتوا خريجين دلوقتي جامعة مدينة السادات، فده المهم، وممكن تقدموا في العديد من الأماكن والجامعات والبنوك والشركات. ودايما بقول للناس ما تركزوش قوي على هذا الموضوع، ولكن انا بس جبت لكم من الموقع الرسمي بتاعها، ده هم اللي كاتبين عليه بخصوص هذا الموضوع. بالتوفيق.